انا صعيدي. صعيدي اه زي انا من اسيوط. تمنين اهلا وسهلا. يا اهلين. انا من ابو تيج. ابو تيج ده احنا بلديات اهو. اهلا وسهلا. طب وانت صغير ما كنتش بتسمع البياع اللي بيمشي في الشارع بينادي ندى غريب جدا غير البضاعة اللي معاه؟ كتير. ما تذكرش واحد كده كان بينادي على حاجة واكتشفت انها حاجة تاني خالص؟ انا قعدت راقبه واحد معين وكنت بحب ناس معينة اسمع صوتها. في ناس اصواتها حلوة قوي. واحد كان بيبيع بلح سيوي. كان بيقول ايه؟ كنت احب اسمعه قوي. كان بيقول ايه؟ يعني رنة عارف اللحن مش فاكر. ببيع السوي يا وقت عدني السوي. الله تترحوا انت ده تحب صوته. انا اروح له عشان اقوله الله وامشي. واحد بقى ده اللي قعدت لحد اما نزلت يومين ثلاثة كده مش عارف بيقول ايه. والله العظيم يا سمير اسمع ما فيش غير كده. بص اقول يا رب يا رب. طب انا عايز اقول حاجه. تعالى نقف. طلع ايه؟ نقف بدل القعده دي. تعالى طلع ايه؟ لو انت هتقولها تاني تعالى بس. ده واحد بياع تاني هنشوفه دلوقتي. مش عارف المايك معاك وتقدر اهو. ده بياع برضو زي اللي عندك. طب نسيب ده دلوقتي نشوف اللي عندك كان بيبيع ايه. طلع بقى قعدت ثلاث ايام هو كان بيقول ايه الاول. بقول يا رب بيبيع ايه. نزلت له لقيته ايه بقى بيبيع ايه. جاز. لا تجيبه. طلع جاز. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان بيبيعنا. طب احنا نشوف البياع بتاعنا بيقول ايه. اسمعوا تاني بس. اسمعوا تاني. ده جاز منقط. طب يتفضل يتفضل. تفضل تعالى. ايوه ايوه تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. جنب الاستاذ سيد كده. اهلا وسهلا. ايوه مش بيه. تفضل نسمع اللي قلته بره بس خاني معلش. قول بقى بتقول ايه. بيع تاني كده. ماشي ماشي. ايه سيكسني. هي ملامحها هتبان لو فكناها. لو فكناها الأولانية إيه؟ الأولانية إيه؟ الأول بتقول إيه؟ إيه؟ بس ده التتر. أيوة أيوة ده التتر. فكناها قربنا. اللي بعدها إيه؟ أيوة الثانية إيه؟ اللي بعدها إيه؟ ساكسوني. ساكسوني. يا ساكسونيا. قولها بقى. قولها كده مع بعض. ايه سيكسني. هي دي ساكسونيا. اتس بيوتيفول. بالطلياني. بالطلياني اهي ساكسونيا بس. وجات منين كلمة ساكسونيا دي؟ اساسها ايه يعني؟ اساس الحاجات دي وبناخد بدلها ملابس قديمة. يعني الحاجات دي بتاخد بدلها ملابس قديمة. يعني ده يجيب بدلة مثلا. لا يا يجيب بنطلون. يجيب بنطلون. لا حقيقي يجيب بنطلون. ممكن. لا حاجات ظريفة. بس انت ايه ما بعتش حاجة النهاردة؟ محدش قلع بنطلون وانت بقالك كم سنة في الشغلة دي؟ بقالي 8 سنين. 8 سنين. انت اسمك ايه؟ احمد عم منطلب. متجوز يا احمد؟ متجوز. عندك ولاد؟ عندي 3. صبيان ولا بنات؟ لا 2 بنات وصبي. صبي اسمه ايه؟ ياسر.
ياسر. عنده كم سنة؟ عنده 7 سنين. ربنا يخليه. لا أنا عايز أسأله إيه اللي خلاه يطور كلمة ساكسونيا لسكفة سكسات اللي بقولها دي؟ بتقولها إيه؟ بتقولها إيه بالظبط؟ بيع كده تاني من الأول، من أول التتر. إيه سيكسنيف؟ 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 أنت رحت روسيا؟ سيكسنيف؟ سيكسنيف؟ خدتها من مين بقى؟ لنفسي. يعني انت اللي من حاجة يعني انت اللي خليت الساكسونيا بقت سيكسنيف. طلعت معاك كده من غير مرض مثلا؟ لا من غير اي حاجة. افتكرت لسانه مثلا قفل في الاخر. سيكسنيف. لا لا جميلة سيكسنيف. وما بتبيعش غير سيكسنيف؟ يعني ما بتتجرش في حاجة تانية؟ لا اللي هي الملابس القديمة بنبيعها في سوق الكانتو. يعني تاخد الملابس القديمة بتبيعها في سوق الكانتو. طب لو اديتك دول تديني ايه؟ يعني القميص والبنطلون دول يجيبوا ايه من عندك دلوقتي؟ أمانة. هو معاه لبس تاني. تمنها انت، تمنها اهو اهو. وده ايه دي؟ تمنت يعني اللي تعوز سيادتك. لا 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 عن فاصل. ايه؟ لا اديني يعني. يعني ده وده بكام دول مثلا؟ حاجة زي كده واحدة في دي ودي. لا تاريسك مش ساكسوني. على العموم استنى الاستاذ سيد وهو ماشي بره ده ولا حاجه، بس سيب له الجزمه عشان عنده تصوير هو. متشكرين قوي يا ابو حميد، وربنا يوفقك في السيكسوسي. شكرا، نحييه ونسقف له. حد يشيل معاه بقى السيكسوني تقيل عليك. ابا ماشي، افقع واحده وانت ماشي بقى. قول قول. اللغة العربية باظت. استاذ سيد انا خايف نكون عطلناك، وانا عارف انك انت مرتبط